من لحوقي يا دفع انت بعيد الشوط ومسارة ما تضيقي لابعد المرواح بالهجن المغيرة كل ما زاد وما غار الشوط زادت قوة غارة ساعة فيها يقول لها قوية كبيرة. التواصل مستمر أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، في هذه اللحظات نتابع وإياكم انطلاقة الشوط 16، وهذا الشوط من ضمن أشواط اللقاية. نتابع في هذه اللحظات هنا جائزة هذا الشوط شيفورليه سيلفرادو بيك أب للفائز بالمركز الأول، ونتابع وإياكم مقدمة الشوط مباشرة هناك مع ولد شاهين لسلطان بن خليفة بن سالمين الحميري اللي على المركز الأول في هذه اللحظات، ولكن ينخطف من الجانب الأيمن هنا في هذه اللحظات. ومن ينطلق هناك ونتابع في هذه اللحظات الغزال لسعد هنا في هذه اللحظات من الجانب الأيمن، نتابع وإياكم في هذه اللحظات المنطلق والمندفع، نتابع هناك ناصي لسالم بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري، هنا قدوم آخر ووصول في هذه اللحظات، شوفوا شعار الرفادة يصل مع المركز الثالث بانطلاقة الغزال سعد بن سعيد بن سعد الرفادة على المركز الثالث ويغير في طريقه إلى مقدمة الشوط، بينما نقرأ على المركز الرابع ومن يصلنا هناك اللي هو نجدي سعيد بن راشد بن سعيد بن حمد بن نورة المري على المركز الرابع والمركز الخامس اللي وصل، نتابع في هذه اللحظات غيار راشد بن سالم بن علي الغيلاني. يا سلام يا هذا الشوط، يا هذا الشوط والتغييرات، شوفوا اللي وصل هناك أيضا اسم ما جبنا له طاري وابل بشعار بن عقيل، طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت هنا مع المركز الثاني منطلق ومندفع، بينما أرى اسم جديد يتدخل في هذه اللحظات شاهين لعبد الرحمن بن سلطان بن عبد الرحمن هنا في هذه اللحظات القحطاني في هذه اللحظات يصل مع المركز الثاني مباشرة. شاهدوا هذا الشوط والتدافع إلى مقدمة الشوط هناك في هذه اللحظات، يا السلام يا هذا الشوط وانطلاقته واندفاعته هنا في هذه اللحظات، الحق ما تلحق يا السلام، الله السيارة بالانتظار يا مضمرين يا متابعين يا مشاركين، هنا شاهدوا وتابعوا هذا الشوط، التبديلات جارية شوفوا اللي غير القحطاني غير مع شاهين عبد الرحمن بن سلطان هنا بن قبضة، يبدو لنا شعار بن قبضة القحطاني هنا هالميدان الملكي. يا سلام في هذه اللحظات يصلون إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول المركز الثاني، شوفوا هذا اللي وصل أول ندى لمدهال لفهيد بن مسعود بن راشد بن بتلة المري يصل مع المركز الثاني، هذا هو على المركز الثاني، المركز الثالث رفادة مع الغزال سعد بن سعيد بن سعد الرفادة على المركز الثالث، المركز الرابع الوصول من شاهين على المركز الرابع شعار بن سعد حمود بن راشد بن سالم آل سعد هنا مع المركز الرابع، المركز الخامس شوفوا اللي وصل من الجانب الأيمن اللي بدأ يغير هناك الإمبراطور حمد بن سيف بن ناصر الخميسي، ولكن هنا أيضا هنا في هذه اللحظات أي أبناء ميدان الشويعر هنا في هذه اللحظات يصل في هذه اللحظات التغيير من اللي وصل لابق عبد الله بن راشد بن علي بن ديلة المري. يا سلام نعود إلى المقدمة، نعود إلى بن قبضة هنا مع المركز الأول مع المقدمة شاهين عبد الرحمن بن سلطان بن عبد الرحمن القحطاني هنا مع المقدمة مع الصدارة مع الاندفاع، بينما مدهال على المركز الثاني مسعود بن راشد بن بتلة يقدم لنا مدهال مع فهيد بن مسعود بن راشد على المركز الثاني، المركز الثالث شاهين حمود بن راشد بن سالم آل سعد النابت على المركز الثالث، المركز الرابع الرفادة يقدم لنا الغزال سعد بن سعيد. يا السلام في هذه اللحظات المركز الخامس، نتابع هناك الأسماء قادمة في هذه اللحظات
والقدوم، نتابع هذه الشعارات، نتابع هذه الانطلاقات. يا سلام، هناك الوصول من شعار الغيلاني اللي وصل مع غيار راشد بن سالم بن علي الغيلاني. يا سلام يا سلام، شوف الغيلاني، شوف الغيلاني اللي وصل على المركز الخامس. ولكن نعود مع السبعمية متر الأخيرة، السبعمية متر الخطيرة، ومدهال غير، مدهال غير عينه على الشيفورليه. يا سلام يا سلام يا مدهال بن بتلة، مدهال فهيد بن مسعود بن راشد البتلة على المركز الأول على المقدمة مع مدهال. مدهال ها هو تشاهدونه، راعي الإنجازات، راعي التحديات. شفناه أيضا هنا في الأشواط الرئيسية، شاهدناه هذا القعود اللي ما شاء الله تبارك الله يقدم عروضها الممتازة. مدهال فهيد بن مسعود بن راشد بن بتلة المري على المركز الأول على التحدي والسلامات إلى ميدان السيح. يا سلام، مع هذا الأداء والانتزاع لسيارة هذا الشوط وانطلاقه واندفاعه، نتابع في هذه اللحظات مع المركز الأول مسعود فهيد بن مسعود بن راشد بن بتلة. سلام والتحية والاحترام مع مدهال، والسيارة مع مدهال، السيارة مع مدهال. المركز الثاني شاهين لعبد الرحمن بن سلطان بن عبد الرحمن القحطاني. المركز الثالث، المركز الثالث شاهين لحمود بن راشد بن سالم النابت المري. المركز الرابع، المركز الرابع وصلنا في هذه اللحظات اللي هو المتحد لخليفة بن سالم بن محمد بن مطر بن ضبيعة الاكتبي. المركز الخامس، المركز الخامس وصلنا واضح لسعيد بن حمد بن مصلح الإحبابي. هذا هو بن بتلة يقدم لنا مدهال وينتزع السيارة. 7 دقائق 33 ثانية، 78 جزء من الثانية. تهانينا لفهيد بن مسعود بن راشد بن بتلة، والتهنية لأيضا الوالد مسعود بن راشد على هذا الناموس. المركز الثاني يصل هنا في هذه اللحظات اللي وصل اللي هو شاهين، توقيته 7 دقائق 43 ثانية، 76 جزء من الثانية. هنا أيضا تهانينا والناموس على هذا الفوز لعبد الرحمن بن سلطان بن عبد الرحمن القحطاني. هنا يصل في هذه اللحظات مع المركز الثاني المركز الثالث. نتابع هنا شاهين 7 دقائق 35 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالكه حمود بن راشد بن سالم آل سعد الناب. التهانينا والناموس للجميع.